السلام عليكم. بعد 7 سنوات من الحزن، حسن حسني يفرح بلقاء ابنته، ولكن فضلا وليس أمرا. لا تنسى الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلك منا كل جديد بإذن الله. عاوز أشوفك يا بنتي، كانت تلك كلمات الفنان الكبير الراحل حسن حسني حينما تذكر ابنته رشا التي رحلت عن دنيانا عام 2013 بعد صراع مع المرض أثناء تكريمه الأخير بنقابة المهن التمثيلية. ورحل عن عالمنا صباح اليوم الفنان الكبير حسن حسني عن عمرنا هذا 89 عاما بعد إصابته بأزمة قلبية حادة أودت بحياته، ليذهب للقاء ابنته رشا التي توفيت قبل 7 سنوات من اليوم. توفيت رشا ابنة الفنان الكبير حسن حسني بعدما أصابها مرض السرطان، وهي التي ظلت تعانيه لأشهر طوال. لم يتمكن الفرق الطبية من علاجها منه، حتى اضطر والدها بإرسال تقريرها الصحي إلى أحد المستشفيات الكبرى في ألمانيا. لم تسعفه تلك التقارير التي أرسلها، وجاءه الرد منها بأن حالتها الصحية متأخرة ولن يتمكن المستشفى من تحقيق أي إنجاز يذكر لعلاج حالتها الحرجة، وأخبروا بأنه لا جدوى من العلاج. لم يأتي التقرير مبكرا لوالدها، لكنه جاء في الموعد الذي توفيت فيه، ويشاء الله أن لا يرسل التقرير قبل وفاتها حتى لا يتأذى أقاربها من سماعه. وتوفيت في ذات اليوم الذي وصل فيه التقرير لمستشفى الشروق بالمهندسين، الأمر الذي صدم والدها بشدة. خلال تلك الفترة مر الفنان الراحل بحالة نفسية سيئة لم تسبق وحدثت له خلال حياته، حتى بات أكثر انطوائية، وحينها كان يصور لقطات مسلسل مزاج الخير مع الفنان مصطفى شعبان بصعوبة، كما كان يحضر وقت التصوير ثم يذهب مسرعا لابنته. وبحسب ما ذكره فريق عمل المسلسل حينها، في إحدى المرات قدم إلى مكان العمل في حالة نفسية سيئة، وعندما سألوه أخبرهم بأن ابنته في حالة سيئة تماما بالمستشفى. وخلال ودعه لابنته لم يتمكن حسن حسني من السير حتى ظهر في الصور التي تم التقاطها له. حينها استعانته ببعض الأشخاص بجانبه حتى يستطيع تكملة سيره لتوديع ابنته الوداع الأخير. أقيمت جنازة ابنته في مسجد مصطفى محمود، ولم يشارك فيها سوى القليل من الفنانين، وتم دفنها بمقابر الأسرة. توفي الفنان الكبير حسن حسني منذ قليل إثر إصابته بأزمة قلبية حادة عن عمرنا هذا 89 عاما. ولد الفنان حسن حسني في حي القلعة لأب مقاول، وخلال عمره الطويل الذي لم يكن خاليا من متاعب ومواقف صعبة ومفاجآت غيرت مجرى حياته، والتي بدأت في حي الحلمية الجديدة. وذكر عضوان في نقابة المهن التمثيلية أن الفنان الكبير داهمته أزمة قلبية مفاجئة. مساء الجمعة دخل على إسرها المستشفى بمدينة 6 أكتوبر، لكن محاولات الأطباء فشلت في إنقاذه ليلفظ أنفاسه الأخيرة فجر اليوم السبت. ومن المقرر وفق ما قالته الفنانة نهال عنبر عضوة النقابة خروج جثمان الفنان الراحل من المستشفى 10:00 اليوم، ودفنه بعد الصلاة عليه في مقابر العائلة بطريق الفيوم. ولد الفنان الراحل في حي القلعة بالعاصمة القاهرة في 15 أكتوبر من العام 1931، والتحق بمدرسة الرضوانية الابتدائية حيث ظهرت ميوله الفنية مبكرا، وشارك في تقديم عدة مسرحيات. لعب حسن حسني دور أنطونيو في إحدى الحفلات المدرسية، فاسترعى إعجاب المسؤولين وحصد كأس التفوق عقب حصوله على شهادة التوجيهية عام 1956. مثل في بعض الأدوار الصغيرة والثانوية. في بداية 60s أصبح عضوا في فرقة المسرح العسكري التي كانت تابعة للجيش، وعقب حرب يونيو من العام 1967 انتقل إلى مسرح الحكيم، وقدم مسرحيات عديدة منها عرابي والمركب اللي تودي، حاصدا صدى طيبا لدى الجمهور. ثم شارك في ربابكيا وصاحب العمارة. في نهاية 70s شارك حسن حسني في مسلسل أبناء الأعزاء شكرا، قبل أن يقود مجددا في 80s إلى المسرح ليقدم مع الفنانة سهير الببلي وصديق عمره الفنان حسن عبدين مسرحية على الرصيف.